بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم هذا الكتاب من شركة مكة سمارت شمس للتدريب في مصر، وهو كتاب منهجي وباللغة الإنجليزية مثل أي كتاب مثلا في الفيزياء أو في الرياضيات أو في العلوم بالإنجليزي، يعني مثل أي واحد بيدرس في جامعة والكتب بالإنجليزي. طبعا الكتاب يعني يعوض ما فات، يعني مكتوب بلغة حتى الإنسان في أولى ابتدائي يقدر يفهم لعامة الناس حتى اللي مو متعلم، مثل كلامي هذا باللغة العربية، يعني متاح باللغة العربية بالكلام البسيط المبسط. وباللغة الإنجليزية استخدم الكتاب باللغة الإنجليزية حتى يكون فيه هناك معادلات المنطق والأبسولوت المطلق، ما هو المطلق؟ في بعض الترجمات موجودة نشوفها، وكذلك في هذا الفيديو مثلا عرضنا أشياء اللي هي اي في تشارجر اللي هو الكتريك فيكل أو سيارة عربية كهرباء. طبعا كثير مننا ما يعرف إنه عربية كهرباء يعني 100% كهرباء، يعني ما تستخدم بنزين. وكثير مننا مثلا في مصر والسعودية ما يعرف إنها موجودة السيارة، وهي موجودة مثلا في الأردن لها 10 سنين أو لها كذا، ما تتعبى بنزين أبدا وتنشحن من البيت، يعني الشاحن هذا، فإي في هو الشاحن. فطبعا شركة شمس للتدريب هتبدأ تعلم الناس، لأنه هذا الجيل أو هذه التقنية زي ما قلنا كورونا تجيب ما قبلها، كمان الكار أو الإي في يجب ما قبله، يعني ستدخل هذه التقنية تقنية شحن. يعني مثلا انت عندك الشحن عشان تشحن بطارية السيارة لما تروح عند الخدمات اللي يسمى البنشر، يشحن لك بطارية السيارة، عنده جهاز يشحن البطارية صح؟ فهذا هو الشاحن. لكن هذا الشاحن ياخذ من الكهرباء الموجودة اللي في البيوت ويشحن العربية أو السيارة، يشحن ماتور السيارة، يعني كأني بعبي ماتور السيارة بدل البنزين كهرباء. فالمحطة هي الإي في، يعني كأنه الآن كل واحد يقدر يكون عنده محطة بنزين. مثلا لو أنت اشتريت 5 شواحن فتقدر تعبي، أنت في عمارة مثلا فتقدر تعبي للناس اللي 5 متر، تمد اللي وتعبي، تطلب اللي 20 متر، ممكن انت تكون في الدور العاشر تنزل اللي ويعبي الشخص. يعني مثلا فنحن طلبنا يعني نتورك مثلا عماير، كثير من العماير أصحابها ما يقدروا يسكنوا فيها، أو مثلا هو يمتلك الفيلا ولا هذا قرض آخذ بقرض. أنا مرة استأجرت فيلا كانت صاحبة الفيلا آخذة قرض ب7000 وأنا أديها 5000 شهري لمدة 20 سنة، فهي بتحط فلوس وأنا اللي ساكن. فهذه مثلا لو كانت الفيلا فيها محطة تكون إيش؟ يعني الدخل يصير، يعني أنا مثلا مستأجرها ب5000، ممكن دخل الشحن يوصل ل20000، وممكن يزود الإيجار بدل 5000 تكون 7000 ولا 8000، استفاد صاحب البيت. واضح؟ هذا الكلام حاصل حاصل، لكن ممكن في شركات تديك هذا زي الإيجار، تدخل معاك في الربح، هذا أفضل.
يعني ممكن انت تروح تطلع سجل وتطلع خمسة، لكن لما تكون ضمن شبكة خلاص يقول لك انت ترى حتعبي معروف في الشهر، يعني زي كأنه في امريكا، اعرف واحد امريكي حصلوا الشركة حقت غاز، فهم يعرفوا الغاز فين، قالوا له انت الارض حقتك بيتك عنده ارض كبيرة فيها غاز، فسووا عقد معاه نحن نطلع الغاز ونبيعه وكل شيء ونعطيك، وقالوا له الكمية كم، فهذه برضو الكمية حقت الاي في محددة معروفة، يعني حنطلع غاز ونحن نعطيك، فيجي له في ارضه الا جالسة يعني، طبعا لو ما وافق ما يسوي عقد معه، اسمه جيري اعتقد من نيويورك، منطقة قريب من نيويورك، فلو ما وقع العقد يعني هو يقدر ما يوقع العقد ما يجوا يطلعوا الغاز، نفس الشيء حيصير مع الاي في، لو ما وقعت العقد حتصير شركة منظمة يعني كأنه بالجملة، بس هو احسن لك يساعدك، انت تقدر تجيبها تشتريها من السوق يعني ما هي مشكلة، لكن لما تكون يعني يقول لك في مثل يعني شراء العبد ولا تربيته ولا شراء أي شيء، يعني طبعا ما في عبيد الآن شراء وكذا، بس هذا مثل قديم، شراء العبد ولا تربيته، يعني أنت عشان تربي العبد وتأكل ويشرب وما أدري تشتري جاهز جاهز يشتغل، خلينا نقول العبد الآلات عشان لا حد يزعل، ما في عبيد برضك، أنت لما الواحد في زي كده فيديو لكل الناس، فالآن الحمد لله ما في عبيد، فيزعل المتلقي، يعني ممكن هذا اللي نقول له عبد يكون تاجر ولا غني ولا رئيس دولة، طبعا اللي جدوده كانوا عبيد أو شيء، فنحن ما في إهانة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والإنسان في مثل يقول بماله، الإنسان اليد العليا خير من اليد السفلى، فالتعليم هذا الكتاب طبعا حنجد في الفيديو هذا، بس نحن حطينا في المقدمة هذه اللي هو كتاب منهجي، حنجد طريقة، طبعا هو بالإنجليزي، ليش عملناه بالإنجليزي؟ لأنه ما نقدر نبسطه، يعني زي كتب الكالكولوس والكذا ما نقدر نترجمها، فهو كتاب يخلي كل اللي درسه الإنسان من الابتدائي إلى الجامعة الكتب المنهجية، هذا كتاب مختلف، ليش؟ يعرفك طبعا اسمه الفاينانس اند ناس، يعرفك اللي يعرفوه الجهلة اللي ما تعلموا جهلة في التعليم، يعني عنده ابتدائي أو أقل، وقدر يكسب فلوس ويصير تاجر ويعرف يتعامل مع المال، سواء مع مستوى بيته وزوجته وعياله أو مستوى الحي أو مستوى المدينة أو مستوى الدولة، يعني يصدر تحصل ويعرف كل حاجة، البنوك وكيف يفتح حسابات وكيف يفتح أوامر شراء وحاجات وحتى سوق المال، بينما نحن ما نعرف الـ ABC، يعني تسأل الناس الآن، في أمس سألت أنا أطفال يدرسوا في مستوى سادس ومستوى إعدادي تاسك وبالإنجليزي يدرس، قلنا لهم إيش معنى فاينانس؟ ما يعرف كلمة فاينانس، ما يعرف يعني كلمة بنك تترجم، الحين لو واحد اقول له ايش معنى بنك؟ اشرح لي ايش هو البنك؟ معقول نحن ما درسنا؟ طيب روح لاي تاجر ما عنده ابتدائي يفهم البنك ويعرف كيف يتعامل مع البنك، متى يحط فلوس في البنك ومتى ياخذ فلوس من البنك ومتى يخلي الفلوس في جيبه ومتى يخليها في البنك واي فلوس يخليها في جيبه، الا مو مش متعلمين، يعني انا السواق عندي مو متعلم، سألته كيف يدير فلوسه
اتحدى اي واحد فينا، نحن مهندسين وناس كبار انه نعرف نديرها زي ما هو يديرها. يعني ببساطة يقول لك انا ارسل فلوسي اعطي 1000، هو بياخد 2000، 1000 ريال يوزعها على ابوه وام زوجته على اساس البيت. الكتاب هذا يضع الكلام هذا في منهج الزواج، مشروع شراكة، لأنه في مال، في مثلا العروسة بتجيب كده وممتلكات لها في البيت، أهلها بيجيب، والرجل له ممتلكات و مشروع الزواج مشروع. أي مشروع لازم كاش فيه قبل يبدأ، في الصندوق، صندوق مالي، مالية، لازم مالية، يعني مالية الزواج، مشروع زواج لازم له مالية مسبقة، يعني واحد ما يقدم على الزواج إلا عنده مالية، صندوق كاش، كاش is king. أما واحد يتزوج وفلوسه كلها في البنك ولا في الوظيفة، لا، يتزوج هو مو مدخر حق 5 سنين زواج، لا، معتمد على الوظيفة. طيب لما هذا يصير هو وعياله وكذا مشاكل، والمشاكل هاي ما تنتهي، ما تنتهي. ليه؟ لأنه ما درسناها في المناهج، فهذا المنهج يدرس هذا. طبعا في تدريس المنطق وفي كذا عشان نفهم، يعني ماني فاهم ليش ما احنا قادرين نفهم كيف الدولة بتصرف فلوس والرواتب وكذا، ما نفهم يعني ايش فيها صعوبة. لو تروح عند محل تجاري يقول لك شوف يا ابني، دي الدولة كده، المالية كده، يقول لك كل حاجة. هو ما درس ليه؟ لأنه المال لازم تتعامل معه، قد ما تتعامل مع بيع وشراء
اللي يسموها ترانزاكشن، اي عمليه بيع ترانزاكشن، اي عمليه شراء ترانزاكشن، بيع وشراء، اللي هي عمليه تجاريه سواء كانت بيع او شراء. العمليه دي لما تتم فيها قرار وفيها مال وفيها جزء من المال يروح لإجراء العملية، سواء كانت هي دين، سواء كانت كاش، سواء كانت. طبعا كلنا جهلة، يعني حتى كلمة فاينانس لو واحد أقول له اشرح لي هي في جملة مدة دقيقة اتكلم عنها، ما يعرف يتكلم. هو عنده لغة إنجليزية أو عنده عربية المالية، أنت متخرج من الثانوية تكلم لي عن المالية، عبر لي عن المالية في دقيقة وبسرعة. فلازم من منهج. طيب هل نحتاج المنهج نبدأ من أولى ابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي؟ نعم لازم من أولى ابتدائي. طيب أنا عمري 40 سنة، يعني كأني أولى ابتدائي صح؟ لأنه يعني لازم في، فالكورس، الكورس مقدر 15 ساعة. بعد كده ندخل في إيه؟ كيف أستفيد من المنهج، يعني أول شيء كيف أفهم المنهج، بعدين كيف أستفيد من المنهج. للأسف إحنا درسنا 6 سنين ابتدائي وست سنين متوسط إعدادي وثانوي وجامعة كمان، نقول أحسن واحد 4 سنين، هذه كم؟ 16 سنة، ونحن ما نعرف ندير أموالنا الخاصة اللي بيني وبين زوجتي اللي ببيتي، ولا نفهم إيش اللي بيصير، ولا درسنا. طيب المفروض نفهم إيش بيصير حتى مع الشركات اللي توظفنا، حتى مع كذا، عشان أنا أقرر أشتغل عندهم ولا لا، حتى مع الحكومة إيش بيصير عشان أنا أشتغل، أتوظف ولا ما أتوظف، وتوظف ليش وكذا، كله موضوع المالي. طبعا الناس يميلوا ليه؟ إلى المؤامرة، يعني المالية دي كلها حقت البلد زي توم وجيري، كأنه الحكومة توم ونحن جيري كده، حتى الكبارية حتى التجار يعني هاربين من البنوك وهاربين من هذا، هو مو عارف ليش، يقول لك البنك ده حيسرقني، التجارة الشركة يسوي سجل تجاري لمصنعه يقول لك لا غلط، الضرائب حتسرقني. هو مش فاهم، يعني هو مؤمن انه يخرج الزكاة. طيب انت تعرف انك لو سويت مؤسسة والزكاة خرجتها لأهل الزكاة لمصلحة الزكاة انه اقل من انت اللي تخرج عند الله، لانه انت اذا خرجت هناك اديتهم حقهم خلاص وما تلعبت معه، حتى انت عند الدولة من افضل الناس، تساعد وتعطى حوافز واشياء، تحصل اطباء عنده عيادة وعيادات ويتهرب من الزكاة. ايه ده؟ يفكر انه هو يخرجها، لا والله، والله ما يعرف يحسبها، ومهما خرج يعتبر نقص، لانه الزكاة تعطى لولي الامر، للصندوق، الناس كلها، هذه الزكاة. أما اللي أنت تخرجها صدقة، ما تعتبر زكاة، إثم عظيم. يعني أنت رضيت بولي الأمر في المساجد وفي كل شيء إلا في الزكاة، يعني نعتبر ممتنعين عن الزكاة. اللي عنده فلوس ويتاجر بها وما يقول للحكومة وما يزكيها عن طريق الحكومة، هذا ما أدى الزكاة. أنا بقول كده علميا، ما بقول حكاية، علميا يرجع للمناهج اللي درسها كلها، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وارجع للزكاة، الزكاة تعطى لبيت المال، ما تخرجها أنت، مسؤول عنها بيت المال، لو أحد سرق منا ولو جهنم، والحاكم ممكن يسجنه في أي لحظة، وهذا حصل، يعني في ناس بينسجن تتجرد أمواله بناء على الزكاة. يعني في أمريكا أحد الرؤساء الأمريكان القدامى قال، روزفلت أو أي أحد ناسي، قال ما في أمريكي يهرب من حاجتين،
أمريكي الجنسية، لازم يمر عليه في حياته حاجتين في أمريكا، الموت وإيش والزكاة، يعني ما يقدر يهرب لا من الموت ولا من التاكس، ترى كلها اسمها زكاة، زكاة المال، يعني عشان أنت مالك يكون نظيف، زكاة يعني نظافة، زكيته بغض النظر هي 2.5 ولا 5 ولا 10 ولا 20. ولعلمكم انتوا في شيء ما تعرفوه، ال2.5 عالية جدا لأن على الأصل، أعلى في التجارة، أعلى من ال2.5 على رأس المال مثلا، عالية جدا اللي هي الجزافي. طيب البضاعة 2.5، افرض عندك بضاعة مليون، 2.5 تخرج جالسة، تيجي عليها جرد وتخرج 2.5 من الأصل مو من الربح. ففي جهل سواء في الدين، سواء في النسبة، كانت في يعني في القانون الدولي، في القانون الكذا، في قانون الشركة معينة، في قانون احنا بندفع 9% كل موظف فرض عليه، بغض النظر تاخذها ما تاخذها، حتاخذها بعدين. طيب زكاة زكوا هم عنا مش انا، لانه غصبا عني الادخار، ما زكيها لما استلم لانها مسجله في المؤسسه، خلاص عليهم. فكثير أشياء ما نعرف، فالكتاب هذا لا يمكن أن يكون كتاب، لازم منهج، لأنه في كتب كثيرة ما حد قريها، لازم منهج دراسي. طبعا شمس للتدريب هي عارف، لو كان على علم ما حد يقرأ، حتى لو كان مناهج، حتى لو جامعة، لو ادينا شهادة دكتوراه ما حد يقرأ ولا حد يستفيد. ما في ناس دكاترة وفي ماجستير ما قدروا يغيروا المجتمع، ولا نفسه ما قدر يسيطر على نفسه وقاعد يتهرب من زكاه. دكاترة قلت لكم بروفيسور يتهرب من زكاه، يتهرب من الضرائب، هي الزكاة، زكاة ضريبة. ازاي؟ هذا جهل مركب حتى في الدين. أكثر شيء يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، اللي تهرب من الزكاة أكثر شيء، في أحاديث كثيرة. حتى الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث معاهم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لي أهدي لي، ناس يجيبوا عنده الزكاة واهدى له هدي، غضب الرسول قال هلا جلست بيت الزكاة فما بالك اللي ما يجيبها. طبعا كلنا، انا منه مأخر زكاة، والان ما عندي وبيطالبوني وقفوا الحساب، في لهم مبلغ المفروض اجيبه واعطيهم، تأخير الزكاة هذا إثم علي. هل أتحلل أنا خرجت فلوس؟ ما تعتبر زكاة، طالما ما أعطيتها ولي الأمر ما تعتبر زكاة. أرجع لكل الكتب وكل اللي درسناه. طيب اللي درسناه عشان هم درسونا هو نقول لا هذا هم وهم سيئين وهم يعني في دي نقول هم، هذه مؤامرة ولا بقى لما يعطونا راتب؟ طيب مؤامرة، لما يوظفونا مؤامرة، إذا ما وظفونا مؤامرة، إذا وظفونا مؤامرة، إذا أخذوا مننا زكاة مؤامرة، إيه ده؟ إيه الجهل؟ طيب هل الكلام هذا عند غير العرب موجود؟ أبدا أبدا، أنا ما وجدت كلمة المؤامرة دي من الشعب يقولها إلا عند العرب، عند السعوديين، اليمنيين، الفلسطينيين، المصريين، الأردنيين، الخليجيين، الكويتيين، كل الشعب تحصل يتكلم عن المؤامرة، ماني عارف
انا اعتقد كله عشان هروبا من الزكاة ومن الضرائب. يعني نبغى ايش؟ زي جهنم، هل من مزيد؟ هات هات ولا تاخذ. ومن فين؟ من الحكومة. ما اعطوا الحكومة تعتبر انها ما انتبهت، وهم يسرقوا وهم دوبهم ياخذوا نفسهم وما يعطون. ايه ده؟ انا ما بتكلم عن الكل، في ناس ما شاء الله، وخاصة اللي مو متعلمين، تجار مسجلين وكذا ومرموقين في الدولة، يتاجر وزكاته يؤديها دائما، وهذا وهذا ممكن يدخل البرلمان، ومعظم اللي في البرلمان هم كذا الناس الكويسين. ترامب تاجر ولا متعلم ولا شيء، صار رئيس لأنه عارف النظام وماشي عليه، وحاجيجهم بالنظام، ماشي على النظام أول بأول. إلا مع الحكومة وماشيين صح، الناس صاروا التانيين اتهموهم إنهم مؤامرة. يعني مؤامرة كيف؟ كيف كل الدنيا تتآمر؟ كل المفاهيم هذه بسبب عدم فهم، هذا للمتعلمين، عدم فهم المالية والناس، أو فاينانس الناس. ألقاكم في ترجمة أخرى.